والله عم فكر اسال المعلم بس كيف بيعطيني ايش حساب؟ قلت لك بيوافق بعدين انت مضطر يعني والله برتبط وش هي عم تسمي هي من جهه ومن باب من جهه ثانيه خير خير في شيء نساعدك فيه؟ يعطيكم العافيه كنت جاي لشوف اونال صراف اغلو والسبب؟ موضوع خاص لازم احكي معه ضروري اونال بيك مو هون ماشي بستناه شو مفكر حالك عم تستنى باص هون؟ يلا روح بلا وجع راس الله ييسر لك ايه بس انا ما رح استنى جوا رح استنى برا مين هذا؟ شو بيعرفني انا؟ هيك شكلات شو بدها من السيد اونال؟ بجوز بده مصاري عالم فاضي كيفكم شباب؟ أهلين يا بيك أونال بيك؟ وقف 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 عمهلا ليكو إجا أونال بيك رح التقي معه؟ ما بتقدر تفوت ليش؟ أولاً لباسك مو مناسب أبداً يعني حضرتكم بتقيموا الناس بلباسها بس؟ أنت رجال ولا لا؟ لك أنت شو عم تحكي ولا؟ روح على شغلك بلا ما بتلي فيك حطكم هون مشان تحتقروا العالم؟ يا حبيبي إذا أنت جاي مشان تسأل على شغل أيدن بيك هو المسؤول اونال بيك ماله فاضي يا عيني انا ما اجيت لاسال عن شغل اجيت لشوف اونال بيك فهمتني بدي احكي معه خليه ينزل لعندي حبيبي لا تعمل لي مشاكل هلا شو رح ناكله لاونال بيك يعني اذا اجى لعندي رح اخده معي تعال خلينا نحكي معك شوي ونتفاهم امشي يا اخي عم بفهمكم خلص بعرف انه انتم عم تنفذوا الاوامر خلص بعدين اذا بدكم بعطيكم هويتي وشهاده سواقه انا بس بدي احكي معه للزلمه ده خلص بقى امشي على الله انت ما بتفهم الحكي جليدة كبر على التلفزيون ما تفهم انت ما خد أستاذ نحن حذرنا كان عم يعمل مشاكل على الباب من الصبح عم يستنى هون قال بده يحكي مع والدك ما بتعرفوا انه هالشغلات مو لازم تصير هون روحوا وقفوا على الباب ها. ماشي أستاذ شو مشكلتك بابا مو هون احكي معي هلا انت بدك تلاقي حل مشكلتي يا دلوع ابوك الصايح دورت كثير على سيارتك اشتقت لها ما طلع بعتذر مشان يلي عملوه الشباب رح ياكلوا نصيبهم اكيد وينك لا تختبر صبري اذا اشيت لا تحكي تفضل هي انا قدامك احكي سامعك لا انتوا بالمره ما بينحكى معكم علمت هالشي وقول له لابوك انه يحط لهم كمامات لهالكلاب رجال ولا لا؟ اتمناك تصير رجال صير رجال يا ابني يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها